السلام عليكم، رجعنا معكم من جديد. هاد الفيديو غنصيبو فيه الصحة ديال التمارين استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. وهاد التمارين غيكونو من وطنية سابقة، وغنبداو بأول تمارين اللي هو عبارة عن كيو سي ام. هاد الكيو سي ام 5 نقاط ساهلة ماهلة، ما خاصكش تضيع فيها النقطة. يعني إلا تحط مثلا الكيو سي ام في هاد الدرس، في الدرس الأول ما تضيعش فيه النقطة. المهم نبداو على بركة الله. التمرين شنو كيقول؟ التمرين الأول يوجد اقتراح صحيح بالنسبة. المهم هذا التمرين بدا حطيتهم في واحد الجروب، يعني هذا الجروب هذايا غنحط اللين ديالو، تقدروا تدخلوا له. خاصكم تخرجوا بعد التمرين هو الأول عاد تجيو تفرجوا الفيديو. يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطي من المعطيات المراقبة من واحد ثلاثة، ونقول الأزواج الآتية على ورقة تحريرك، ثم اكتب داخل، يعني نعزوه الجواب الصحيح. أول سؤال، يتم اختزال NAT بلس إلى NATHH بلس أثناء شنو؟ ديجا كتبت شي مسائل. يتم اختزال NAT بلس إلى NATHH بلس أثناء واش انحلال الجلوكوز ودورات كريبس، واش انحلال الجلوكوز وتفاعلات السلسلة التنفسية، واش دورات كريبس وتفاعلات السلسلة التنفسية، واش تفاعلات السلسلة التنفسية وتركيب الأطباء بواسطة كرة الدماغ. أنا المهم الجواب الصحيح هو انحلال الجلوكوز ودورات كريبس. علاش؟ حيت يتم اختزال NAD بلس إلى NADHH بلس أثناء علاش نحيد الجلوكوز ودورات الكريبس؟ حيت إلا رجعنا للدرس، انحلال الجلوكوز هو هذا، انحلال الجلوكوز هنا كتم واحد الاختزال ديال NAD بلس، هنا كتم اختزال NAD بلس، وهنا أيضا كتم اختزال ديال NAD بلس، هنا في دورات الكريبس كتم اختزال ديال NAD بلس، يعني كتعطينا NADHH بلس. وهنا علاش ما قلناش نحل الجلوكوز وتفاعل السلسلة التنفسية؟ هاد السلسلة التنفسية كنعرفو أنها NADHH بلس و FADH2 كيعطيونا ATP، يعني ماشي كيتم الاختزال ديالو. وعلاش ما قلناش دورات كريبس وتفاعل السلسلة التنفسية؟ لأن كما قلتلكم تفاعل السلسلة التنفسية ما فيهاش الاختزال ديال NAD بلس. علاش ما قلناش تفاعل السلسلة التنفسية وتركيب ATP بواسطة الكرة الدماغ؟ لأن كما قلنا عاوتاني تفاعل السلسلة التنفسية ما فيهاش اختزال ديال NAD بلس إلى NADHH بلس. هنا نكمل السؤال الثاني، كيقول تتم ظاهرة التنفس الخلوي عبر المراحل الآتية. هاد المراحل: واحد حلقة كريبس، جوج انحلال الجلوكوز، ثلاثة تفسفر المؤكسيد، أربعة تكون الأسيتيل كونزيم. يعني باش كنبداو وباش كنساليو، باش نبداو اول حاجه دير بالك هي انحلال الجليكوز اللي هو الاختيار رقم جوج. ثاني حاجه بعد انحلال الجليكوز شنو كيوقع؟ واش كتوقع حلقه كريبس؟ لا، شنو كتوقع؟ كتوقع تكون اسيتيل كوانزيم، حيت الاسيتيل كوانزيم هو اللي كيدخل لدورات كريبس. يعني ملي كتكون اسيتيل كوانزيم من بعد كيدخل حلقة كريبس شنو كيعطيونا؟ كيعطيونا النواقل فين نمشيو للتفسفر المؤكسيد. يعني الاختيار ديالنا هو دال هو اللي كيعطينا، يعني هو الجواب الصحيح. يعني خاصك تكون ديجا خدمتي التمرين عاد تجي تفرج في التصحيح. سؤال ثلاثة، يرتبط تقلص العضلة المخططة الهيكلية. المهم هاد السؤال هذايا يعني تعلق بالعضلة ماشي بالدرس الاستهلاك المادة العضوية، يعني هذا باقي نصيبوه من بعد، ولكن ما فيها بس، يعني إلا كنت مراجعين تخرجوا. يرتبط تقلص العضلة المخططة الهيكلية بتقصير. يعني تقلص العضلة شنو كنقصر؟ شنو الحاجة اللي كنقصر؟ واش القناة المستعادة، الساركومير، الشريط الداكن، خياطات الأكسنيو والميوزين؟ باينة كنقصرو الساركومير، حيت هو اللي كيما كنقولو هو الوحدة البنيوية،
الوحدة البنيوي يعني كان هو اللي كان قصها باش العضلات تقلص، يعني هو الاختيار رقم باء. طبيعي يرتبط انتاج الاتبي في مستوى الميتوكوندريا بين نشوء ممل. هنا هذه النقطة دي مهمة كل شرحتها، يعني هي ارتبط انتاج الاتبي، الانتاج الاتبي كيرتبط في واحد في مستوى الميتوكوندريا بين نشوء واحد الممل. ديك الممل فين كينشأ، يعني وديالاش كينشأ، واش للبروتونات من جهتي الغشاء الخارجي للميتوكوندري، واش للالكترونات من جهتي الغشاء الخارجي للميتوكوندري، واش البروتونات من جهتي الغشاء الداخلي للميتوكوندري، للالكترونات من جهتي الغشاء الداخلي للميتوكوندري. هنا خاصكم تفرطوا بالكم، حيت بحال هاد الاختيارات يكونوا بحال اللي داخلة بعضياتها، يعني خاصكم تختاروا الجواب اللي متأكدين منه. اكيد يعني هنا هذا الانتاج الاطبي فين كيتنتج واحد الممل، كيتنتج في الجهتين الغشاء الداخلي للميتوكوندري. كنا شرحناها ديجا في الفيديوهات اللي قبل، فيها باس نذكروا بها. كنا ديجا شرحنا في الفيديو اللي قبل، ما فيها باس نذكروا بها كما قلت لكم. هنا كنا شرحنا هاد التفاصيل المؤكسيد، وقلنا فين كيتنتج هاد الممل. هنا فين كيتنتج الممل، قلنا يؤدي النقل المستمر ل اتش بلس الى تشكل ممل، يعني ملي كيتنقل اتش بلس بالسالبه من الماتريس نحو الحيز الغشائي، نشرح لكم يعني ملي كيتنقل اش بلس من هنا من الماتريس الحيز البي غشائي، كيتشكل واحد الممل. واحد الممل فين كيتشكل، واش في الغشاء الداخلي اللي ميتوكوندري، واش في الغشاء الخارجي اللي ميتوكوندري. يعني هنا خاصنا نعرف كيتشكل فين، كيتشكل في الغشاء الداخلي، لان هذا هنايا كنقلوا اش بلس من هنا لهنا بشكل سريع، شنو كيوقع، كيبقى واحد الممل في هذا الغشاء. هذا الغشاء اين هو، غشاء داخلي ولا خارجي؟ ها بين داخلي، ها هو الخارجي، هذا الغشاء هو الداخلي. كيتشكل هنا ممل، ممل ديالاش، الالكترونات لا، البروتونات. شنو هي البروتونات؟ هي اش بلس، اش بلس بروتونات، الالكترونات هي امور. المهم كملوا، يعني الاختيار رقم جوج هو الصحيح. هنا السؤال الثاني اللي هو عليه يعني شي نقطة وقعنا نقطة عليه نقطة، نقل أعرف التخمر اللبني. التخمر اللبني انطلاقا من المعرفة ديالك تقدر تعرف له التخمر اللبني. التخمر اللبني شنو هو؟ مجموعة من التفاعلات الخلوية التي تسمح بالهدم الجزئي للمادة العضوية، يعني كتسمح بواحد الهدم جزئي. الهدم الجزئي شنو كنعنيو به؟ يعني كتعطينا واحد الحتالة عضوية في الداخل، هذا الجزئي بدون استهلاك اوتو، يعني ما كنستعملوش اوتو. ونقدر نقولوا له يعني هنايا في وسط تتم هذه التفاعلات، في وسط حيز هوائي، يعني كتتم في واحد الوسط ما كيستعملوش فيه اوتو، وتنتج عنها طاقه ضعيفه زائد حتلات عضويه. يعني ديك الطاقه الضعيفه هي جوج اطبي اللي قلناها في الفيديو اللي قبل. الحتلات العضويه هي يا اما حمض لبني يا اما الايثانول. السؤال المتعلق بالتعسل العضل الهيكليه مخططة، يعني إذا كنت فاهم الدرس هذا هو الجواب، إذا مكنتيش فاهم الدرس تبع معايا في فيديو الشير. المهم كاين الحالة الأولية ممكن متأخرة أو المؤخرة، يعني نفس الحاجة. نكملو السؤال اللي موراه، ينتج عن تحول حمض بيروفيك تكون أسيتيل كوانزيم أ في الماتريس، صحيح أم خطأ؟ بين صحيح، يعني تحول حمض بيروفيك كيكون واحد الاسيتيل كوانزيم ا، حمض بيروفيك كيكون اسيتيل كوانزيم ا في الماتريس. الماتريس فين جات في الميتوكوندري، اللي مازال ما يعني شرحت هذا الشيء بالديتاي في الفيديوهات اللي قبل، المهم كملوا. تتدفق الالكترونات الناتجه عن اختزال ان ا دي اش اش بلس نحو الزوج
O2 H2O après مكونات السلسلة التنفسية. هنا هذا الجواب خطأ. علاش؟ حيت كما قلنا في الفيديو اللي قبل كيتم نقل أموان يعني الإلكترونات عبر سلسلة من النواقل إلى O2 حيث يتم اختزال O2 إلى H2O. يعني هذا النقل كيتم عبر سلسلة من النواقل. إذا نكمل يعني هذا الجواب خطأ. يتجلى السؤال ج يتجلى دور الشبكة السيتوبلازمية. هذا السؤال تاهويا يعني متعلق بتصلعات على يتجلى دور الشبكة السيتوبلازمية للخلية العضلية إنتاج. يتجلى دور الشبكة السيتوبلازمية من الخلية السيتوبلازمية للخلية العضلية إنتاج ATP للضرر للتقلص العضلي. هذا السؤال هذا خطأ. علاش؟ حيت دور الشبكة السيتوبلازمية هو كيعطينا CA دو بلوس. سؤال ثالث. ينتج التخمر حتالة عضوية غنية بالطاقة. السؤال صحيح. علاش؟ السؤال صحيح. علاش؟ علاش قلنا صحيح؟ لأن التخمر اللي كيعطينا الهدم الجزئي زائد حتالة عضوية، ديك الحتالة كتكون غنية بالطاقة، فيها واحد النسبة مهمة من الطاقة. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع أو الثمان الرابع اللي عليه السؤال الرابع. تمثل وثيقة واحد رسم تخطيطيين كما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل. هاد مثلا هاد الخطوط كيعطيوهم بعض المعارف في الكيسان تسميوهم. تمثل وثيقة رسم تخطيطيين فوق بنية الميتوكوندريا. انتما عاد تصيبوا الاسم الاسماء ديال الاسماء. سهلة الوثيقة سهلة يعني ماشي شي حاجة. هنا شنو عندكم واحد يعني هاد السهم ما كيبانش يعني ما صايبتوش مزيان. هنا راه كيشيل هاد السهم هذا كيشيل هاد المسافة هذا الوسط اللي كاين هنايا يعني هاد الفراغ اللي كاين هنايا. الفراغ شنو كيتسمى؟ كيتسمى حيز بي غشائي. حيز بي غشائي هاد الداخل هذايا هاد الغشاء الداخلي كيتسمى غشاء داخلي. يعني ماشي شي حاجة غشاء الداخلي. هنا هادو هما كيتسموا الأعراف. هادو عقل العلوم كيتسموا الأعراف. هنايا هادي من الداخل كتسمى الماتريس. يعني كما قلنا في الفيديو اللي قبل الخلية عندها هاد الداخل ديالها كتسمى السيتوبلازم. هنا في الميتوكوندري عندهم الماتريس. وهكا كنكونو سالينا الفيديو.